وصراحة ورا المجانبي ما كنتش كندير والو صراحة، كنت غير كنرتاح. كيجيو فترات في الحياة الإنسان أنه تيبغي ديكوريكت من كل شيء باش ترتاح، لأن السوشيال ميديا إلا بقيتي لاصق فيها راه تتسطيك وقت الشيء اللي كاين. كتاخذ واحد الخطوة اللور باش ترجع ودير جوج خطاوين قدام، تحاول تجيب شي حاجة اللي أحسن من داكشي اللي قبل. مرتي وعلاقتي كيفاش علاقة؟ ما عنديش بزاف العلاقات أنا في الدومين، ما تنعرفش بزاف ديال الدراري شخصيا. أنا الدراري تنعرفهم قلال، راك تشوفوني ما تتصورش مع بنادم، ما تمشيش لي زيفينمون، ما تبقاش نعنق والبوس. أنا واحد إنسان اللي مريح في الدار، عزيزة عليا الحياة الخاصة ديالي، تنخرج فاش تنخرج شي حاجة كيما البارح وكيما اليوم، ماشي تلاقيت مع الجمهور وندخل عاوتاني للدار ما نشوفش واحد. أنا كنظن أن هاد القضية ديال شي واحد يبين شي واحد ما عندها حتى معنى، لأن كل واحد في الدومين خصو يلقى طريقه بوحدو. تقدر بيان سور تلاقى مع واحد تعطيه نصائح تغني معاه، ولكن راه ما كانش هو عنده راه واخا تغني معاه ألبوم راه غيسمعوا ليه وغادي يدوزوا لحاجه اخرى. خصو هو تكون عنده شي حاجه، وهذا ما كاينينش انني انا ما تنبغيش الكولابوري، بالعكس انا فاش تجيبها الوقت ولو مومون والفيلينغ مرحبا على الراس والعين مع اي واحد، ما عنديش مشكله مع قديم ولا مع جديد. الدراري كاع كيحترموني وكنحترم كاع الدراري، وكما قلت لك قبيله اللي تيقلب على الزقره تيلقى. والبنات عطاو واحد بحال قلت شي واحد ذوق جديد اللي ما كانش من قبل. سي نورمال اي حاجه جديده الا هو البوبليك كيتانتريس عليها وكيبغي يعرف اشنو من وراها. ابري الدريات كل وحده تدير خدمتها بوحدها، ما كاينش بزاف ديال لورينتاسيون، دونك داكشي مخربق. كنظن انه كون كان شي واحد اللي غادي يكادريهم وغادي يريح معاهم وغادي يوريهم كيفاش يخدموا لا كارير ديالهم، كنظن انهم يقدروا يمشيو بعيد. والكلاش سي با اون ديسيزيون. انا متنبي ما خرجتو حتى خرجت حاجه اخرى، انا ماشي نطو واحد النهار وديت العير في عباد الله، ماشي من الطبع ديالي. مي بيان سور ملي شي واحد تيدير لك ها راه خصك ترجعها ليه ها خويا، انا عمرني ما تسربات ليا شي حاجه، وهذا كيعني انني عارف خدمتي كيفاش دايره. كما قلت لك قبيله فاش تولي تطريه مع بنادم بزاف وتدخل الاستوديو فلاني وتمشي تصور مع فلان وتتصيفط لفلان وتقول بنادم ما تيسمع، انا موسيقتي تنسمع انا ولا نجي دسون اللي تيخدم عليا. حتى واحد في عشرة ما تيسمع حتى شي حاجه حتى كتخرج باش يضلوا يطلبوا فيا وما كنصيفط حتى واحد. دونك هذه طريقه ديال الخدمه ديالي، داكشي علاش عمر ما غتسرب ليا شي حاجه.